ايه السر بتاع الدعاء؟ السر اللي خلي ربنا يستجيب لك زي ما استجاب للانبياء. عندي مثلا نبي الله، خلينا نبي الله ايوب مثلا، سيدنا ايوب. قال ايه سيدنا ايوب؟ حاضر هجاوب هجاوبك حاضر. سيدنا ايوب ايه؟ ربي اني مسني وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له واتينا اهله ومثله واصلحنا. كل الكلام ده ليه؟ كل الكلام ده ليه؟ اصل علشان هو كان ايه؟ في ذله، في انكسار، واقف ما بين ايدين ربنا. انا جاي لك يا رب ما تردنيش، انا واقف على بابك يا رب ما تطردنيش. كان عنده ذله وانكسار، كان عنده حياء في الطلب الامر من الله سبحانه وتعالى. فيعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ يكبر يكبر بكسر. فاستجبنا له بس خلاص. هذا مختصر البلد، ما اضرب برجلك خلاص بقى انتهينا، خلاص احنا نجيناك من الامر ده. يبقى اول حاجه الايه؟ باب الانكسار والذله، واقف على ايد ربنا بحياء. مش بقى خلاص انا ربنا عارف هيستجيب لي، لازم تقول، لازم تقول لله عز وجل. طيب ثاني سر من الاسرار، سيدنا نوح. سيدنا نوح لما دعا ربنا سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه واهله من الكرب. يلي عندك كرب، يلي عندك مشكله، اخش على سيدنا نوح. كان ايه؟ كان ايه السر بتاعه؟ الصبر. الصبر عليهم، وهو بيعمل السفينه رايح بيتريقوا عليه، وهم جايين بيتريقوا عليه، يدعوا قوم 1000 سنه الا 50 عام. بتعمل سفينه فين واحنا عندنا بحر؟ هو انت بتعمل السفينه ليه؟ نجيناه، الله عز وجل استجاب بايه؟ بالصبر. لو عندك ابتلاء اصبر عليه واستمر في الدعاء، لكن بلاقي كتر الكلام ملوش لازمه، اوعى اوعى تقع في الحته دي. طيب يبقى اول سر سيدنا نوح كان ايه؟ كان الصبر والاستمراريه في الدعاء. ولا ييأس ولا كان ليه، يعلم ان له رب مجيب. وسبحان الله المجيب يجي معاه الايه؟ القريب. انا قريب منك ما تخافش، ادعي ما تخافش، انا قريب من الله سبحانه وتعالى. طيب عندي مين كمان الله عز وجل استجاب له؟ سيدنا يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو بس، وكذلك ننجي المؤمنين. مش هو بس، احنا كمان الامر اللي كان سر الدعاء في سيدنا يونس كان ايه؟ انا معترف بغلطي، لا اله الا انت سبحانك، تنزيه لله عن كل نقص. ها اني كنت من الظالمين، انا كنت ظالم، وانا كنت ظالم ومعترف. لكن لو انا بعمل ايه يعني؟ ما الدنيا كلها كده يعني، وانا يا سيدي لا يا عم، يا عم قول استغفر الله، يا ست اعترف استغفر الله يا رب، انا غلطان، اغفر لي يا رب. فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. جميل بقى جدا جدا كمان من اسرار الدعاء، دعاء سيدنا مين؟ زكريا. دعا ربنا، عايز ولد، عايز ربنا، رب لا تذرني فردا، مش عايزه ابقى لوحدي، عايز ذريه. ربنا قال ايه؟ فاستجبنا له. جاب له مين؟ يحيى. لم نجعل له من قبل اسم. سيدنا يحيى جاب له نبي وعمل له معجزه بايه؟ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. 3 حاجات، اي عمل خير جرب يسارعوا فيه، يسارعون في الخير، اي عمل ما تمنعش نفسك عن الخير لان الخير ده ليك انت اصلا. يسارعون في الخير ويدعوننا رغبا، رغبا فيك يا رب، ورجاء فيك يا رب، ورهبا. انتوا عارفين رغبا في ايه؟ منزلة التبتل، ودي من منازل السير الى الله عز وجل. منزلة التبتل ان انا ايه؟ رغبة في الله عز وجل. انا بعبد الله حبا، بعبد الله خوفا، انا بعبد الله لان الله يستحق العباد اول واخر. الله سبحانه وتعالى يستحق العباد. رغبة ورهبة، خوف ورجاء، والاثنين جناحين لازم امشي ليهم. وكانوا لنا خاشعين، خاشع في صلاته، خاشع في طلب الدعاء، خاشع مع ربنا، قلبه خاشع، القلب اصلا الوقور ساكن، والقلب الموصول بالله ساكن وقور، قلب خاشع. اللهم ارزقنا الخشوع في القول والعمل والصلاة والدعاء والذكر، قولوا امين. يبقى دولت 4 حاجات و4 مفاتيح ادخل بيها على الله سبحانه وتعالى لو انا عايز ربنا يستجيب لي. لكن اقول كتر الكلام ملوش لازمه، اسمع الكلام ده،
انتوا ساعات بيبقى الكلام بالعاميه بيمثل قلب، انا عارفه كده، لكن الامر في الاول وفي الاخر لا طبعا انا محتاجه الح على ده اللي ما بيدعيش ربنا، ربنا بيغضب عليه. الله عز وجل يحب عبده اللي الواحد لو في البشر بتروح تلح عليه، بطل زن بقى، هو انت على طول في الزن ده ما تبطله زن بقى، لكن اللي بيلح على الله عز وجل يحب، ده يغضب الله عز وجل على الناس اللي ما بتدعوش. تمام كده. طيب في نقطه ثانيه بقى وعايزاكم تحفظوها عني في موضوع الدعاء ده، هو الدعاء ده شيء اساسي؟ اه. طلب؟ اه. فرض تدعي، لازم تدعي طول ما انا عبد لله بدعي، ادعو الله، ادعو الله مخلصين له الدين، ولا تدعو مع الله احدا، دعاء لله خالص له لوحده، ودي من شروط الدعاء. لكن اسمعوا المقوله الجميله دي، الله عز وجل نعم ها ينشئ لنا الحاجات، انا محتاجه يا رب لك في كذا ومحتاجه لك في كذا يا رب واعطيني كذا واعطيني كذا، ينشئ لنا الحاجات ليه؟ علشان يجي من عندنا ومن قلوبنا الايه؟ التوسلات. توسل لله، احفظوا، الله عز وجل ينشئ لنا الحاجات ليه؟ علشان يطلع من قلوبنا احنا وينشئ منا ويطلع من عندنا التوسلات. اوعى ما تدعيش ربنا، هو سمى نفسه المجيب، قريب مجيب، مجيب قريب، هو سمى ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني ما قالش قل يا محمد فاني قريب اجيب دعوه الداعي. فاوعى تيأس، واوعى تظن في الله استغفر الله لا مش اهل اصلا، انا مش استغفر الله مش واثق، يعني مش واثق ليه يا ابني؟ افمن يجيب المضطر يا ابني؟ افمن يجيب المضطر اذا دعا؟ الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر. الان في حاله اضطرار، لو الحاجه جوه قلبك مش قادره خلاص يا رب والله قلبي فعلا بيعتذر عايز الامر ده، ويعلم منك صدق التوجه وصدق اللجوء الى الله، يعطيك. اوعى تظن في الله ظن سيء، هو المجيب، هو القادر، ملك الملوك، لا ملك الكون والارض والسماء ويوم الدين ويوم الحساب. ايه تاني عايز؟ ايه تاني؟ ده انت بتدعي اللي في ايده كل ملكوت السماوات والارض. يبقى الله سبحانه وتعالى ينشئ لنا الحاجات ليه؟ عشان ينشئ منا التوسلات.